إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن علاج أعراض البواسير. ننصحكم بوضع كريم اسمه هيدرو كروتوزون على فتحة الشرج، لأنه سيعمل على تخفيف شعور الشخص بالألم وتخفيف الشعور بالضغط وتخفيف الانتفاخات أيضا في هذه المنطقة بعد استشارة طبعا الطبيب المتخصص. كما أن استخدام كريم آخر من مادة اسمها ليدوكين، تعتبر هذه المادة مخدرة، يعمل على يعني تخفيف الشعور الموضعي بالألم في تلك البواسير. وننصحكم أيضا استشارة الطبيب المتخصص في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.